الأرصاد ارتفاع رطوبة غدا ونشاط رياح هو العظمى في القاهرة 34 درجة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على سانت كاترين وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين. كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء. معايا الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ازي حضرتك يا دكتور محمود؟ أهلا بحضرتك سامح وكل السادة المتابعين المشاهدين، أهلا بحضرتك. دكتور محمود، احنا خدنا الأسبوع الماضي ده تقريبا فترة هدوء من درجات الحرارة المرتفعة، ماذا سيحدث في الأسبوع القادم إن شاء الله، أو توقعاتنا القريبة لدرجات الحرارة والمناخ؟ إن شاء الله بنتوقع أن الاستقرار ودرجات الحرارة اللي تعتبر معتدلة خلال التوقيت ده من العام، متوقعين أنها مستمرة معنا كمان أسبوع على الأقل، درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات الطبيعية بمعدل درجة تقريبا، يعني متوقع أن يستمر معنا العظمى على القاهرة ما بين 33 ل 34 درجة مئوية. كمان خلال ساعات الصباح الباكر بنلاقي بعض التكونات للشبورة المائية الخفيفة، وأيضا خلال ساعات الليل المتأخر، أيضا خلال ساعات الصباح الباكر بنلاقي بعض تكونات لسحب خفيفة بتحجب أشعة الشمس قليلا على السواحل الشمالية أو محافظات الوجه البحري أو حتى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وإن كانت هذه السحب بتتلاشى بعد سطوع الشمس بفترة زمنية قليلة، إلا أنها طبعا بتعمل على تلطيف الأجواء وحجب أشعة الشمس وإن كانت فترة زمنية قصيرة، لكنها طبعا دليل على التحسن الواضح في الأحوال الجوية. طبعا زي ما قلت لحضرتك درجات حرارة كلها أقل من المعدلات الطبيعية تقريبا بدرجة على مستوى الجمهورية، حتى أعلى درجة حرارة على جنوب الصعيد بتكون في حدود ال 42 درجة مئوية، لكن نسب الرطوبة لازالت مرتفعة وحول معدلاتها الطبيعية كما هو معتاد خلال التوقيت ده، اللي بيخلينا ما بنحسش بنسب الرطوبة بشكل كبير الفترة دي مسألة نشاط الرياح. بالفعل سرعات الرياح في بعض الأحيان بتصل ل 35 كيلومتر على الساعة، ودي بتشتت الرطوبة وبتضيع إحساسنا شوية بالرطوبة، ودي كلها بالحقيقة أجواء ممتعة جدا وأجواء صيفية، وإن كانت حارة على الجزء الشمالي شديدة الحرارة على الجزء الجنوبي خلال ساعات النهار، لكن طبعا في المقابل وفي مقابل هذه الحالة الجوية المستقرة عندنا بنلاقي نشاط الرياح ده على مسطح البحر الأحمر تحديدا وعلى خليج السويس بيعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج بيصل ل 3 متر سواء على البحر الأحمر أو على خليج السويس. طبعا ده اضطراب واضح في الملاحة البحرية، أصدرنا تحذيراتنا وإنذاراتنا وبنوجهها كمان من خلال حضراتكم لكافة السادة المواطنين، مع وجود بعض فرص الأمطار اللي بتكون ما بين خفيفة المتوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تحديدا، مستمرة الحقيقة بقى لها يومين ومستمرة معنا كمان حتى يوم السبت القادم. دي كميات الأمطار بسبب المناطق الجبلية المرتفعة دي هناك، متوقع أنها تعمل على تشكل بعض السيول على جبال اللي موجودة في جنوب سيناء. حضرتك وصفت وصف جميل جدا، يعني هو مطمئن برغم ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع نسبة الرطوبة إلى أن في هبوب للرياح لطيفة فهتهدي من الإحساس بالدرجات المرتفعة. نتمنى إن شاء الله الهدوء المناخي في هذه الفترة. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.